السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. احنا اليوم في قرى آل عاصم تابعة لمدينة أبها، وحقيقة أنه ما شاء الله هذه المواقع يعني فيها فن البناء القديم وبها بعض الآثار الجيدة، سواء مباني أو قلاع. المهم في الأمر إنه إحنا نبغى نشوف البناء وطرق البناء القديمة والاحترافية في بناء الأحجار. يعني إحنا عندنا كذا قلعة وكذا بناء، ولكن الغالب أن يكون مهدم. المنطقة هذه فيها بنايات جيدة، راح نشوف إحنا وإياكم. يعني مثل القلعة هذه، شوف فن البناء، ما فيه شركة سعودي او جي ولا بن لادن ولا الشركات، لكن شوف حد الجدار كيف زي السكين، ما فيه زيادات. الناس قاعدين يبنون بالأحجار بالحجر. شوف طريقة البناء كيف، حجر كبير، أحجار صغيرة تركب، حجر كبير وهكذا. تمام، راح ناخذ نظرة جانبية، راح تشوف انه على خط واحد. نشوف كيف استقامة كاملة، وليس هذا الجدار فقط وإنما المبنى ككل، وأيضا ليس المبنى هذا فقط وإنما جميع المباني المجاورة. راح ناخذ لفة أنا وإياكم. لا إله إلا الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا. شوفوا يا إخوان، سبحان الله العظيم، الفتحات والنوافذ، شوفوا الحد كيف، ما في أي بروز، لا يوجد أي بروز إطلاقا. طبعا هذا كله البناء القديم. البناء الحديث ما كان جيد صراحة، لكن شوفوا الزاوية هذه، شوفوا زاوية البناء كيف. هذه لو تجيب بعض الشركات الآن ما ضبطتها. تشوفون الزاوية هذه كيف، شوفوا الحد هذا حق الجدار، ما في أي نتوءات زائدة في الجدار هذا. تمام، شوف شوف كيف، سبحان الله العظيم. أيضا التجميل، هذا حجر المرو يجملون فيه. للأسف نحن ناس لا نهتم بالتراث كثيرا. القلاع هذه والمباني هذه ربما لو كانت في دولة أخرى كان وضعها غير الوضع هذا. شوفوا يا إخوان، بكل أسف كمية عالية من العبث. أيضا الأشجار هذه قديما ليس لها أي وجود إطلاقا. البرشومي أو التين الشوكي لا يسمى موجود في البيوت نهائيا ولا حتى في المزارع، وإنما في الأودية فقط. الفتحة هذه تم إغلاقها حديثا، ولذلك تشوفون فرق بينها وبين البناء. تشوفون كيف؟ أيضا هذا الباب القديم. وأيضا وجدنا حشرة غريبة، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. بسم الله،
شوفوا كيف الدقة. والله يا اخوان امر مؤسف انه مثل هذه القلعة الجميلة ما لها اي صيانة. ايضا هناك راح نحاول نوصل. بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ان شاء الله شايفين، لا اله الا الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم. شوف الغرفة اللي هنا، بسم الله. من هنا مطل على الأسفل، الصخرة هذه الكبيرة ما شاء الله، الحجر، السقف من الخشب وفوقه حجر أيضا، فن معماري إبداعي، ولكن للأسف لا يوجد اهتمام. أيضا النباتات هذه أجلكم الله، الطيور لما تأكل البرشومي هذا تبقى البذور في بطنها لا تهضم، فتأتي للبيوت هذه، وأكرمكم الله لما تضع فضلاتها بعدها يأتي المطر فتنبت هذه البذور. ولذلك تجد جميع المنازل القديمة في المناطق الجنوبية بشكل عام في رؤوس البيوت، لأن أعلى البيت السقف يكون من التربة، فتضع الطيور فضلاتها ثم يأتي المطر بأمر الله سبحانه وتعالى ثم تنبت هذه الشجرة. وهذه الشجرة قوية جدا، اللي هو البرشومي أو التين الشوكي، ممكن أن يهد الجدران هذه، يعني يتعاظم ويكبر. أيضا يأتي عليها وهي تعبانة فيزيد يتوسع، ما يعمل لها مشكلة. حقيقة عدنا إلى الماضي، ولو أننا لم ندرك من هذا كثيرا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموت المسلمين جميعا. أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا كانوا هنا رحمهم الله. والله مثل هذه لا تهمل، وشبه مدينة مصغرة أو قرية صغيرة. أيضا شوفوا هذا حصل له كسر، واضعين له هذا استنادي. بسم الله. أيضا هناك بيوت تلاحظون، وهنا أيضا، وخلفي أيضا بيوت كثيرة، ولكن الطريق وعر، تشوفون كله أحجار ونباتات أشجار، ما تستطيع أن تتحرك بأريحية. أيضا بعد هذه البيوت لما أتى البلوك بدأ الناس يبنون بجانب هذه البيوت بيوتهم الجديدة، فأصبحت مختلطة. لا إله إلا الله، هذه تبعد عن أبها تقريبا يمكن 15 كيلو أو 10 كيلو، تعتبر من ضواحي أبها. شوف البناء يعتبر نوعا ما حديث، هذا كان منزل مستقل، هذا منزل مستقل، هذا طريق فيما بينهم خدمة. شوفوا يا اخوان، لا اله الا الله، اللهم لك الحمد على النعمة، اللهم لك الحمد على النعمة. تخيل ان تدخل من هذا الباب لقلة الحاجة وقلة ذات اليد وقلة الامكانيات،
ما فيه تنزل الصناعية وتفصل لك باب، يجب أن تشتغل بيدك أنت وجماعتك. شوفوا المدخل، شوفوا الفن كيف قطع الخشب بشكل مضبوط بحيث أنه الأحجار تركب عليه بدقة. أيضا هنا التطعيم تركيب بحيث أنه تتساوى مع هذه تصبح كأنها مربع. شوفوا الفن هنا كيف، ليست كلها أحجار مربعة، أيضا فيها دائري. شوفوا الدائري هذا، رغم أنها دائرية إلا أنهم ركبوها بجودة. ناخذ نظرة جانبية، شوفوا يا جماعة، شوفوا كيف الدقة. أيضا هنا معلش ربما الهواء يحدث أصوات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شوفوا السقف يا أخوان كيف آيل للسقوط. شوفوا كيف هذا آيل للسقوط، لذلك الشخص اللي يدخل البيوت القديمة هذه يحذر. سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم. هذا وين بيطلعنا؟ أيضا هنا تين شوكي. سبحان الله العظيم، بسم الله. هذا أيضا مطل، أعتقد أنهم كانوا لي يدوسون عليه الحب وكذا أو شيء. شوفون الإطلالة، الشخص هنا يشرف على جميع الزروع اللي هنا. شوفوا البناء، قلعة متكاملة ولكنها مهدمة للأسف. أيضا بالأسفل هناك في قلعة ثانية. أيضا هذه قلعة ثانية وجيدة، والقلاع هنا كثيرة صراحة، لكن للأسف لا يوجد اهتمام. ربما أحيانا لأنها أملاك خاصة، ربما لا أعلم الأسباب، لكن حقيقة أشياء مشرفة، تاريخ عظيم يفترض أن يتم المحافظة عليه صراحة. أهم ما في الأمر كله البناء وجودة البناء. شوفوا الجدار هذاك يا أخوان، يعني شغل سبحان الله. شوفوا الجدار هذا أيضا كيف ما في نتوءات، النتوءات غير موجودة، لا يوجد نتوءات. هذول عسير الهول من غير نقص في باقي القبائل، أغلب المناطق الجنوبية بناءهم واحد وجودته واحدة ودقته واحدة. لا إله إلا الله. طيب
أشكركم جميعا، إن شاء الله تكونون استفدتم واستمتعتم معنا في هذه التغطية اليسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.